رجل من رجالات الساحة وفذ من أفذاذها، ولم يتوقف ولم يتوانى لخدمة أبناء الأمة وقضايا الأمة. إنه الفذ النائب السابق بدر الداهوم رئيس المكتب السياسي لثوابت الأمة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنرحب بكم أيها الإخوة في هذه الليلة التي لم نقيم فيها هذه الندوة إلا خوفا على بلادنا وحرصا منها وحرصا منا عليها من الخونة والمجرمين الذين يريدون تدمير هذه البلاد الطيبة وجعلها تابعة لمنظمات إرهابية ودول تكن العداء لهذا البلد الطيب. ومن الصدف التي حدثت اليوم أن إحالة النيابة وبيانها خرج اليوم في نفس توقيت الندوة وفي نفس اليوم التي مقرر أن تكون فيه الندوة. تاريخ حزب الله الإجرامي في الكويت لا شك بأن الجميع يعلم هذا التاريخ، وقد يكون الكثير منا عاش هذه الأحداث الإجرامية والتفجيرات التي كان من هدفها زعزعة البلاد وإرغامها لأن تكون تحت وصاية إيران. لما جاء حزب الشيطان أو حسن نصر الله في إقامة حزبه الإرهابي في لبنان وكان يتكلم بصراحة واضحة بأن الحزب ملتزم بأوامر قيادة حكيمة وعادلة، هذا كلامه لما أسس الحزب في 16 فبراير 1985، يقول أن الحزب ملتزم بأوامر قيادة حكيمة وعادلة تتجسد في ولاية الفقيه وتتجسد في روح الله، آية الله الموسوي الخميني مفجر ثورة المسلمين وباعث نهضتهم المجيدة. هذا كلامه وهو لبناني أسس حزب في لبنان، يدل على أن هذا الحزب ليس له ولاء للدولة التي ينتمي لها، وإنما يتلقى الأوامر ويكون ولاؤه لولاية الفقيه فقط، وأن إيران سوف يجعلها تابعة. لذلك هو سعى في هذا المخطط وجمع السلاح، وكان يقول في البداية إنه سلاح المقاومة لمقاومة إسرائيل ولمقاومة الكيان الصهيوني وللدفاع عن لبنان. فإذا ما كان لديه القوة الكافية وجند الجنود انقض على لبنان وسيطر على بيروت وأصبح هو الآمر الناهي في هذه الدولة. وقضية مقاومة وكيان صهيوني كذب وخداع للشعب اللبناني ولشعوب العالم الإسلامي كله للأسف. حزب الله وتاريخه الإجرامي بدأ من التفجيرات في المقاهي في 83، وأيضا في قضية محاولة اغتيال الأمير جابر الأحمد عليه رحمة الله، وأيضا خطف الجابرية ومساومة الدولة من أجل إخراج المجرمين الذين تم سجنهم بقضايا التفجيرات في الثمانينات. وهو يسعى دائما من أجل هذا الأمر،
وللأسف أن هذا المخطط تم تصديره إلى الكويت، والمدانين في كل هذه القضايا بعضهم يحمل الجنسية الكويتية، وتخزينهم للسلاح التي كشفت عنها وزارة الداخلية في الوقت الأخير، هذا دليل على أن المخطط هو تطبيق التجربة، تجربة حزب الله في لبنان تطبيقها في الكويت، كما أرادوا تطبيقها أيضا في اليمن، وهذا مخطط واضح. فكمية الأسلحة ونوعها دليل على أن المنتمين والذين يريدون أو يسعون لتسليحهم أكبر من العدد الذي خرج لنا اليوم في بيان النيابة العامة وإحالته إلى المحكمة. هذه أسلحة كثيرة وأنواع خطيرة، ما يريدون بها إلا السيطرة على البلاد وتطبيق تجربة لبنان وحزب الله في لبنان وتطبيق حوثي آخر في الكويت. يسيطرون على القرار وعلى السياسة الكويتية، وأنها سوف تكون في النهاية تابعة لولاية الفقيه، كما هم أيضا في لبنان تابعين لهذه السياسة. حدث الأمر أمام عيوننا، دولة مملكة البحرين كادت أن تذهب لولا عناية الله وتدخل درع الجزيرة ودول الخليج بأن أوقفوا هذا المخطط السيء الإجرامي للسيطرة على مملكة البحرين. للأسف كانت مملكة البحرين في البداية تتعامل كما تتعامل الكويت الآن، باستحياء ومجاملة، حتى أن الدولة كانت تذهب. بعد الأحداث الأخيرة في البحرين تغيرت السياسة للنظام في البحرين بالتعامل مع هذه الخلايا وهذا الحزب الإجرامي والتعامل أيضا مع إيران، فأخذوا يسمون الأمور بمسمياتها وينشرون الأسماء والصور، وتقوم عليهم أقصى العقوبات. لأن يا أخوان اليوم خرج بيان النيابة العامة، لكن هذا البيان ينقص تهم كبيرة كان المفروض أن يوجه لهؤلاء الخيانة العظمى للكويت ولبلادنا، لأنهم يريدون بهذا الفعل السيطرة على النظام وتبعية البلاد لدولة أخرى، فأي أكبر خيانة من هذه الخيانة؟ لا شك أن هذه تهمة عظيمة كان المفروض أن تضاف في تهم النيابة التي تم إدراجها وتحويلها إلى المحكمة. حدث أن تأبين مغنية في ذلك الوقت تعاملت الدولة في البداية، طبعا ليست الدولة ولكن هو وزير الداخلية فقط، هو الذي تعامل بحزم وشدة وأخذ يطارد المؤبنين في ذلك المجرم الإرهابي عماد مغنية الخاطف للطائرة الكويتية والقاتل أيضا لعدد من الأرواح سواء مواطنين أو غير مواطنين، فتاريخه إجرامي طويل هذا المجرم الهالك. لكن تفاجأنا بعد الإجراءات الأولية والشعب الكويتي والرأي العام الكويتي وقف وقفة واحدة ضد هؤلاء المؤبنين، فبعد فترة انقلب الأمر، رئيس الوزراء يصرح بأن مغنية ليس له شأن في قضية الخطف، مع العلم بأن الشهود العيان مساعد الكابتن والذين كانوا على متن الطائرة في ذلك الوقت يشهدون بأنهم رأوا مغنية هو الذي يقود هذه الجماعة الإرهابية وهو الذي قام بخطف الطائرة، لكن لا نعلم.
هل الحكومة تجاملهم؟ أم هل هم مسيطرون على القرار في هذه الحكومة؟ الشعب يعيش في خوف من ما يحدث الآن في الأحداث الأخيرة هذه. بعد هذه الأحداث خرجوا وحيلت القضية إلى المحكمة، ولأول مرة حسب معلومتي بحكم أول درجة لا تستأنف النيابة وتكتفي بأول حكم بالبراءة، ولم يتم استئناف القضية. قضية خطيرة، تعامل مع أطراف يريدون دمار البلد، تتوقف النيابة العامة ولم تستأنف هذه القضية للأسف. لا، وفوق هذا حطوا منهم وزير وقربوهم، وبعضهم أخذ يتصدر المناصب الكبيرة في البلد وهم أقرب إلى الحكومة منا يا أخوان. هل هو حب أم خوف؟ لا نعلم للأسف. وهذا الوضع الذي نراه بوجودهم في مناصب ومراكز قيادية في البلاد، للأسف هذا أمر يخوف الشعب الكويتي. بعضهم، في بعض المنتمين إلى هذا الحزب، يتم ندبه إلى مكان ليس له وجود من قبل الوزير، وهو يعمل سكرتير عند أحد النواب المعروفين بانتمائه وولائه لهذا الحزب، وندبه إلى هذا المكان الغير موجود وغير موجود فيه عمل في هذه الوزارة. يسافر هذا الرجل إلى لبنان وهو على رأس العمل ليتلقى التدريبات هناك، وللأسف السلطة والحكومة تتستر عليه. لما رأينا أن الدولة تتهاون في قضية التعامل مع هذه القضايا، لما حدث تفجير الصادق مسجد الصادق، جميع الشعب الكويتي استنكر، وأخذت الحكومة ووزارة الداخلية تتابع جميع المتعاطفين مع المفجرين ومع داعش، وسحبتهم أمن الدولة، ونحن نقف معهم في هذا الوضع بأنه يجب محاسبة كل من يريد تدمير البلد وكل من يتعاطف مع المجرمين والإرهابيين. لكن بعد ما تم اكتشاف هذه الخلية وأصبح البيان من النيابة العامة واضح بأن حزب الله هو من يقف وراءها، وأن هؤلاء تلقوا تدريبات وعمل تخريبي للبلد، يخرج المتعاطفون كثيرون معهم، والدولة ووزارة الداخلية لا تحرك ساكن، بل إنها إلى الآن لم نعرف أسماءهم. وحسب الأسماء التي تم تسريبها، للأسف هذه الأسماء لها علاقة بأنهم أبناء وأحفاد الخلايا التي أرادت التفجير في الحرم المكي في الثمانينات، أبناء وأحفاد من أرادوا تفجير الحرم المكي ومكة في الحج أثناء الثمانينات، الأسماء مرتبطة معها حسب ما تم تسريبه من هذه الأسماء. يجب على الكويت وعلى الحكومة أن تقف بوقفة جادة تجاه هؤلاء، وهذا التهاون يجعلهم يتمادون. خرج بيان من منسوب لحسين المعتوق لم ينفي هذا البيان، فيه تهديد للدولة وفيه تهديد للحكومة بأنه يجب على الحكومة أن تخرج هؤلاء، ولن نقف وسوف نواجه من يريد أن يحجمنا أو يهاجمنا. لماذا الحكومة لم تستدعيه إلى الآن وتتحقق هل هو قال هذا الكلام أم لا؟ كان أيضا هناك مركز إعلامي للثورة البحرينية في الكويت قدم سؤال الأخ الأمين العام للحكومة في ذلك الوقت عن الذي يدير هذا المركز. هذا المركز يقول؟ يقول كنا قبل 14 فبراير ندعو إلى إصلاح النظام، يقصد مملكة البحرين،
ولكن بعد سقوط الشهداء ندعو لإسقاط النظام. دعوة صريحة. لكن شنو سوت الداخلية؟ استدعوه وأخذوا عليه. طبعا ما مو منهم لما تكلم وتم تقديم سؤال من الأخ محمد آيف على هذا الرجل تم استدعاه وأخذ تعهد عليه وتركوه. اكتشاف متفجرات في 2009 مزروعة، أيضا الحكومة لم تتعامل ولم تطارد هؤلاء الذين يريدون السوء للبلاد. تهريب لباس عسكري إلى إيران، كل هذا الأمر والحكومة لم تتفاعل. تفاعلت مع من؟ مع مجلة الفرقان عندما تكلمت عن الاستراتيجية الفارسية للسيطرة على العالم الإسلامي، تتكلم عن تقرير ودراسة استدعوه وأحالوه وسجلوا عليه قضية على صاحب المقال في مجلة الفرقان. بس شاطرين على الذين يخافون على البلد ويحذرون من هذه الخلايا. الخلايا أصبحت تكبر وتزيد وتزيد جرأتها تجاه الكويت، ويجب على الدولة أن يكون لها موقف حازم تجاه هذه الخلايا. أوقفوا وطالبوا بإيقاف القنوات بعد تفجير الصادق، قناة وصال وصفا، ولكن بعد هذه الخلية وهناك قنوات معروفة كثيرة تدعم هذا التوجه وهذا الفكر الإرهابي والحزب الإجرامي، لم يتم التعامل معها، بل إنهم سكتوا عنها ولم يصرح أحد من الذين حتى للأسف من الأعضاء الآخرين الذين صرحوا ضد صفا وصال، لم يصرحوا ضد هذه القنوات التي تشتم ثوابتنا وتسب صحابتنا وتقف مع هؤلاء المجرمين من حزب الله وغيره وتدعم إيران. فلذلك الشعب الكويتي اليوم يطالب الحكومة بوقفة حازمة تجاه من يريد تدمير البلد وتجاه من يريد زعزعة أمنها وإرهابها وإخضاعها للسيطرة الإيرانية والسيطرة الصفوية. الشعب الكويتي اليوم مطلب عام بكشف الأسماء وكشف الصور والوقفة الحازمة تجاه الذين يريدون تدمير البلد. فكما قال نصر بن سيار لدولة بني أمية عندما رآها قبل زوالها: أرى تحت الرماد وميض نار يكاد أن يكون له اشتعال. فنحذر ونطلب من حكومتنا، ولم نقف هذا الوقف إلا من أجل خوفنا على بلدنا وحرصنا على مجتمعنا وترابطنا الخليجي. فحزب الشيطان تدخل في تفجيرات الخبر وأيضا في البحرين وفي الكويت وفي العراق وفي لبنان وفي اليمن. إلى متى ونحن ساكتون ونجامل على حساب بلدنا وعلى حساب مستقبله؟ وفي النهاية أشكركم على حسن الاستماع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.